الحمد لله الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فيا معشر الإخوان اعلموا أن من آداب المعاشرة الإسلامية آداب الأموال بأداء وظائفها فإنها حياة يتقى من سمها وينتفع من ترياقها ولا يستطاع ذلك إلا بعد معرفتها فالوظائف المالية خمسة منها تصحيح النية في الكسب والإنفاق بأداء حقوق الله تعالى والعباد واتقوا الله واتقوا يا عباد الله المحاسبة يوم تنال فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال وقال عليه الصلاة والسلام دعوا الدنيا لأهلها من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم منه بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه
وعلى زاهد الأوان الناطق بالحق والصدق والصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى تمام العشرة المبشرة وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين وكن اللهم حافظهم وموئدهم وناصرهم يا رب العالمين ويا خير الناصرين اللهم شتت شمل أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد الظالمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلاد المسلمين واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن